ما دمنا في جوار الإمام موسى الثالث عليه السلام لا بد لنا أن نستذكر بعض أقواله. قال عليه السلام: لن تكونوا مؤمن حتى تعدوا بلاء نعمة وبقاء مصيبة، وذلك أن تصوم عكس البلاء أعظم من البلاء عند الله. كلمة زيد بن العزيز محمد الدكتوري رئيس تشرف رابطنا بفضل إيمان كل وقت المتعبين السيدات والسادة. بعد سقوط النظام السابق كنا نعمل وجود هناك تغييرات إيجابية تؤدي إلى العيش الرفاهية، ولكن للأسف الشديد قامت الحكومة في وقتها في عام 2003 في حالة كارثة في الجيش الخالد والأجهزة الأمنية والإعلامية على التقاعد. أبو أمير بس عم. هي اليوم ماكو مراجعات. المراجعات يوم السبت مع النقابة هناك وتدلل. تعال النقابة. ما متقاعدين يوم السبت. انت تعال واحنا نوديك عليه. تعال السبب واحنا نوديك عليه. سوي مؤتمر للمراجعين. اسكان وينك؟ ورا ذول الواقفين. شو تسوي؟ النقابة واحنا نوديك عليه. تابع النقابة. تعال النقابة السبت الصبح احنا نوديك عليه. براحتك. والله براحتك اسوي. في الحال على أساس اليوم جريمة سابقة
ومعوض سابق وتاريخ جديد ومعوض جديد. هل توجد في دول العالم معرفة الصيام؟ هل يوجد في الحساب ومعوض جديد؟ حيث يعاني التاريخ لم يفتح التاريخ السابق بحد الأدنى، بينما لم يمنح التاريخ الجديد ثلاثة أضعاف راتبه. الأخوة والأخوات الأعزاء، من هذا المؤتمر الذي تم بحضور هذا المجتمع الكريم، بلا شك جميع المسؤولين والقانونيين والقدرانيين وذكرهم بقوله تعالى وقفوهم أنهم مسؤولون. الأخوة والأخوات الأعزاء، هذا المؤتمر اليوم هو تعبير عن معاناة المتقاعدين ورسالة واضحة تدل على إصرارهم على تلاحقهم، ونحن بدورنا كرابطة مستمرين هذا الغير إلى آخر قطعة من حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمناسبة تقدم تحية خاصة للحبيب حضرية الأستاذ علاء الإكرامي وأختي أبي السيد يسار الإكرامي، وأهلا وسهلا بكم. هنا على مود المنصة. دعيني اليوم أن أفعل ما تشاء وقل نفسي إلى حكم من تلقاه، ولا تجزع لمنازلة الليالي وما يقول لك ان إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دينك والله أكبر عدد فسبح بحمد ربك Thank you.
Thank you.